بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نقوم بشرح الجملة الاسمية وأركان الجملة الاسمية التي تتكون من المبتدأ والخبر، وسوف نسهب أولا في شرح المبتدأ، ومن بعد ذلك سوف ننتقل إلى الخبر ونقوم بشرح الخبر وأنواعه الذي يتكون من المفرد، والجملة التي تتكون من الجملة الاسمية أولا والجملة الفعلية ثانيا، ومن بعد ذلك شبه الجملة التي تتكون من ثلاثة أنواع: الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. وأيضا سنشرح وجوب تقدم الخبر على المبتدأ، ومتى يجب على الخبر أن يكون متقدما على المبتدأ. والآن أولا سوف نقوم بشرح المبتدأ ونذكر الأمثلة على المبتدأ ونفصل به حتى تصل الصورة بكل وضوح وشمولية. الأمثلة على المبتدأ: القرآن كتاب عظيم. المبتدأ في هذه الجملة هو القرآن. محمد رسول الله، محمد هو المبتدأ في هذه الجملة أيضا. الرجلان حكيمان في رأيهما. الرجلان هما المبتدأ في هذه الجملة. المسلمون متكافلون فيما بينهم. المسلمون هم المبتدأ في هذه الجملة. أبو بكر أول الخلفاء الراشدين. أبو بكر هو المبتدأ في هذه الجملة. نلاحظ أن المبتدأ يكون معرفة وليس نكرة. في المثال الأول يكون المبتدأ معرفا بألف ولام، وفي المثال الثاني محمد وهو اسم علم. الرجلان معرفة بألف ولام، والمسلمون معرفة بألف ولام، وأبو بكر هي كنية واضحة لأول الخلفاء الراشدين. وبذلك نستنتج أن المبتدأ يكون معرفة ليس نكرة، اسما ظاهرا أو ضميرا أو مصدرا مؤولا كما في الأمثلة السابقة. المبتدأ النكرة. والأمثلة على المبتدأ النكرة: ما طالب في الجامعة، أطالب في الجامعة، ولعبد مؤمن خير من مشرك، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. أولا ما الطالب في الجامعة، يكون المبتدأ نكرة ولكن مسبوق بأداة نفي ما. اثنان الطالب في الجامعة، يكون النكرة مسبوقا بأداة استفهام وهي الألف أطالب في الجامعة. ثلاثة ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد مبتدأ نكرة ولكنه مخصص بصفة خاصة وهي مؤمن. وخمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس هي مبتدأ نكرة ولكنه خصصه بالصلوات. سوف نسهب الآن في شرح أكثر عن الأمثلة السابقة. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد، ولكنه يجوز أن يكون نكرة كما يأتي. في المثالين واحد واثنان نلاحظ أن طالب مبتدأ وهو نكرة، وقد جاز ذلك لأنه واقع بعد النفي أو في سياق النفي كما سلف أن شرحنا، كما في المثال الأول، أو بعد الاستفهام كما في المثال الثاني. النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الاستفهام أصبحت عامة، ولذلك يجوز الابتداء بها. وفي المثالين ثلاثة وأربعة نلاحظ أن كلمة عبد مبتدأ وهي نكرة، وجاز الابتداء بها لأنها موصوفة بصفة وهي كلمة مؤمن كما سبق أن شرحنا. النكرة إذا وصفت كانت خاصة، وإذا كانت خاصة جاز الابتداء بها. وفي المثال الرابع كلمة خمس نكرة وهي مبتدأ، وقد أضيفت إلى كلمة صلوات كما سبق أن شرحنا أنها أضيفت إلى صلوات وأصبحت مخصصة. النكرة إذا أضيفت كانت خاصة، وإذا كانت خاصة جاز الابتداء بها. أما الآن سوف نأتي لشرح الركن الثاني من أركان الجملة الاسمية، ألا وهو الخبر. الخبر هو الركن الثاني من ركني الجملة الاسمية، والاسم الذي يخبر به عن المبتدأ، وبه مع المبتدأ يتم المعنى المفيد للجملة، مثل الحديقة جميلة. فكلمة الحديقة لا تؤدي أي معنى إلا بوجود الخبر وهو جميلة، وبذلك لا تعطي الجملة الاسمية أي معنى مفيد إلا بوجود الخبر. أي نستنتج من ذلك أن الجملة الاسمية يعرف خبرها إذا وضع سؤال: ماذا الحديقة؟ ماذا بالحديقة؟ جميلة، وبذلك نستنتج الخبر. والآن سوف نسف في شرح الخبر، حيث أن الخبر يتكون من ثلاثة أقسام، ويقسم الخبر إلى ثلاثة أنواع، هي الخبر المفرد والخبر الجملة، وهي نوعان: الجملة الفعلية
الخبر جملة فعلية والخبر الجملة الاسمية. والنوع الثالث هو الخبر شبه جملة. أولا الخبر المفرد، والمقصود هنا بالمفرد أنه ليس جملة ولا شبه جملة، والأمثلة على ذلك: السماء جميلة، والطالبان متميزان، والمسلمون منتصرون. ومن هنا كيف نعرف الخبر؟ إذا وضعنا السؤال ماذا؟ السماء ماذا بها؟ جميلة. الطالبان ماذا بهما؟ متميزان. المسلمون ماذا بهم؟ منتصرون. ومن هنا نعرف الخبر الذي يجيب على السؤال ماذا. الخبر الجملة وهو نوعان. أولا خبر الجملة الفعلية. الأمثلة: سالم يقود السيارة بروية، الطالب يستعد لامتحانات المدرسة، البنت تساعد أمها في المنزل. أين الخبر في جملة سالم يقود السيارة بروية؟ نضع السؤال ماذا؟ سالم ماذا به؟ يقود السيارة. إذن الخبر هو يقود السيارة. الطالب يستعد لامتحانات المدرسة. الطالب ماذا به؟ يستعد للامتحانات. إذن يستعد للامتحانات هي الخبر. البنت تساعد أمها في المنزل. البنت ماذا بها؟ تساعد أمها. إذن هي خبر جملة فعلية. نلاحظ أن ثلاثة أخبار تبتدأ بفعل: يقود، يستعد، تساعد. أما النوع الآخر هو الجملة الاسمية. أحمد أبوه عالم، الشمس أشعتها مضيئة، الجامعة أبوابها مفتوحة. أحمد ماذا به؟ أبوه عالم. الشمس ماذا بها؟ أشعتها مضيئة. الجامعة ماذا بها؟ أبوابها مفتوحة. نلاحظ أن الثلاثة أخبار تجيب على السؤال ماذا. والآن مع النوع الثالث من الأخبار وهو الخبر شبه جملة. ويتكون الخبر شبه جملة من ثلاثة أنواع، وهو الجار والمجرور أو ظرف الزمان أو ظرف المكان. ونذكر الآن الأمثلة على ذلك. أولا علي في المسجد، وهي الجار والمجرور. العودة مساء، وهي ظرف الزمان. علي فوق المنبر، وهي ظرف المكان. والآن مع حالات وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. يجب تقديم الخبر على المبتدأ في الحالات الآتية: أولا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. والأمثلة على ذلك هي: واحد، لكل دولة رجال. اثنان، ولله في خلقه شؤون. ثلاثة، وفوق كل ذي علم عليم. نلاحظ أن الخبر في المثال الأول لكل دولة هي الخبر، وتكون شبه جملة في محل رفع خبر. والمبتدأ هو رجال نكرة مؤخر، ويكون إعرابه مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه الضمة. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه هي شبه جملة في محل رفع خبر، وشؤون مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي شبه جملة في محل رفع خبر، وعليم مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. والآن مع النوع الثاني من أنواع وجوب تقدم الخبر على المبتدأ. إذا كان الخبر من ألفاظ الصدارة، والأمثلة على ذلك: أولا أين مدرستك؟ وثانيا متى وصولك؟ حيث أن مدرستك ووصولك هي المبتدأ المؤخر، ويكون إعرابها كالتالي: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أما أين يكون إعرابه اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان، وهو في محل رفع خبر مقدم. متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، وهو في محل رفع خبر مقدم. والآن مع النوع الثالث من وجوب تقدم الخبر على المبتدأ. إذا اتصل في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، مثل: في العمل مديره، لكل إنسان خصوصيته، حيث أن الهاء ضمير يعود على الخبر المقدم على المبتدأ، ويكون إعراب مديره وخصوصيته كالآتي: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وتقدم الخبر على المبتدأ لأنه اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر، وهو الضمير في مديره وخصوصيته. رابعا والمثال الأخير من وجوب تقدم الخبر على المبتدأ.
إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ. المثال الأول: ما فائز إلا المجتهد. والمثال الثاني: ما فارس إلا أنت. والأصل فيها هي المجتهد فائز وأنت فارس. وفي ختام هذا الدرس: من الجملة الإسمية وأركانها المبتدأ والخبر هو وجوب تقدم الخبر على المبتدأ. أتمنى أن نكون أوجزنا في شرح هذا الدرس، وأتمنى أن ينول ويحوز على رضاكم وإعجابكم.